ونروح لمتابعة استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك. النهاردة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قام بجولة تفقدية في جهاز حماية المستهلك بالقرية الذكية علشان متابعة المبادرة اللي أطلقها الجهاز، اسمها طبعا أسبوع في حب الوطن علشان حل كل مشاكل المواطنين. الوزير قال كمان أنه هيتم تكثيف الحملات الرقابية خلال إن شاء الله أيام العيد القادمة. خلينا نتابع التقرير اللي جاي عن إحدى حملات الأجهزة الرقابية وشرطة التموين بالأخص لمتابعة الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك. حملة أمنية قامت بها مباحث التموين للإطمئنان على بيع المنتجات الأساسية بالأسعار المخفضة وتوفير كميات مناسبة لاحتياجات المواطنين، وذلك في إطار تفعيل المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد التي ترعاها وزارة الداخلية لخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% في ظل تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مبادرة كلنا واحد مرحلة جديدة منها، دي المرحلة الثالثة، تم قبل كده مرحلتين ودي مرحلة ثالثة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. احنا بننزل بصفة مستمرة للتأكد من توافر السلع وجودتها وان الأسعار المتفق عليها فيها تخفيضات ما يقرب من 20% وممكن أكثر توصل 25 و30% على السلع التراثية. بمناسبة عيد الأضحى بدأنا في نزلنا عروض على اللحوم ونزلنا العروض على بعض المنتجات الاستراتيجيه زي الزيت وزي الرز وزي السكر والحاجات دي. اتخذنا الاجراءات ان احنا نخفض اسعار اللحوم، وطبعا ده اكيد واضح من الاسعار اللي نزلت من 20 لـ30% على جميع المنتجات. المواطنون استشعروا ضبط الاسعار واشادوا بالحمله الامنيه التي من شانها ساهمت في التوفير والاقلال من الانفاق وإتاحة الفرصة في تعدد العمليات الشرائية. جميلة طبعا الأسعار والدعم حلو قوي قوي ومتوفر، ربنا يوفقنا وينصرنا إن شاء الله. وحاجة جميلة، حاجة جميلة، المبادرة دي جميلة جدا، بتفرق طبعا، بتفرق مع الناس كلها أكيد أكيد. الحاجة لما تبقى بـ10 وتبقى بـ5 جميل، تبقى بـ5 وتبقى أقل جميل لجميع المستويات. حتى المكرونة بـ6 و7 برة، هنا بـ2 جنيه، المكيس بـ7 جنيه برة وبـ5 جنيه، والرز بـ9 جنيه برة وبـ10 جنيه، هنا بـ2 جنيه للمكرونة. أسعار لأ حلوة. لو هشتري من برة مثلا كيس واحد ممكن أشتري من هنا 2 و3، ممكن أوفر أجيب حاجتين. قبل كده مثلا كان كيلو اللحمة هنا ممكن يوصل 150 150، نزلت يعني هي مكتوب بـ128، يعني في فرق طبعا أقل شوية عن الأول. استمرار الحملات التفتيشية لمباحث التموين تعكس مدى سعي الدولة لضبط الأسواق من أجل راحة المواطن. جهود مكثفة من وزارة الداخلية بالتعاون مع مجموعة من السلاسل التجارية بإطلاق مبادرة كلنا واحد لمحاربة جشع التجار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. أيمن عماد، الحياة في مصر.